مرحبا، يسعد لي صباحكم. كل اوقاتكم متابعيني الغاليين، اشتقت لكم كتير كتير، وكل عام وانتو بألف خير. والعيد قرب ولازم نعمل معمول. طبعا سبق ونزلت لكم كل انواع المعمول، وهلأ صار وقت معمول بحشوة الجبنة وبعجينة هشة وبتدوب التم، كتير كتير طيب. وطبعا هذا المعمول بيتاكل سخن ومشهور عنا كتير بسوريا، وخاصة بمنطقة سلونفه. عملت لكم مقدار صغير حتى تجربوه، لاني فعلا بيستحق التجربه ورهيب كتير. بتمنى تتابعوا الفيديو للاخير وتنتبهوا على كل الملاحظات، وحطيت لكم كمان شويه ملاحظات بصندوق الوصف بتمنى تقروهم. المقادير على الشاشه بتلاقوهم كمان بصندوق الوصف. اول مرحله بنحط بوعاء نص كوب سميد ناعم، ومنحتاج كمان لنص كوب سمن بيعادل تقريبا 125 جرام. ومنسخن السمنة لدرجة ما قبل الغليان ومنضيفها للسميد، ومنقلب حتى ينخلط السمن بالسميد كتير منيح. ملاحظة صغيرة، كتير مهم تضيفوا السمنة سخنة للسميد حتى تتفتح حبة السميد وما تقرط تحت الأسنان، وبعدين منغطيه ونتركه يرتاح ساعتين. بعد ساعتين لاحظوا شكله كيف صار. وهلا منضيف للسميد والسمنة كوب طحين وثلاث أو أربع ملاعق كبار سكر بودرة وملعقة كبيرة حليب بودرة ونص ملعقة صغيرة محلب. المحلب هو عبارة عن هاي البذور، نطحنها ومنضيفها لكل أنواع المعمول، بيعطوا ريحة ونكهة كتير طيبة. ومنخلط بأطراف الأصابع بهاي الطريقة، ومنفرك بهذا الشكل. ومنفرك حتى يتوزع السمن بكل الحبيبات. هاي المرحلة كتير مهمة حتى يصير المعمول هش كتير. وهيك صار روعة، لاحظوا كيف. وهلا منضيف عليهم ملعقة صغيرة ماء ورد وملعقة صغيرة ماء زهر، وربع كوب حليب دافي منضيفه بشكل تدريجي. ومنعجن بطريقة اللم والردم من تحت لفوق بهاي الطريقة. لاحظوا كيف منضيف الحليب بشكل تدريجي حتى تتشكل عنا عجينة ناعمة وطرية. وهيك العجينة صارت روعة. وحتى نتأكد ان العجينة اكتفت من السوائل منشكل قطعة، ولازم القطعة ما تتشقق. لاحظوا كيف، هيك بتكون اكتفت من السوائل. منغطيها منتركها ترتاح كمان ساعة. وبعد ساعة منطري العجينة شوي بإيدنا، ومنقطع العجين لتمن كرات كبيرة ومتساوية. طبعا المعمول بجبنة بيكون حجم القطعة كبير.
وهيك صاروا جاهزين وبنحطهم على طرف. وهلا بنحتاج لجبن عكاوي خالي من الملح. لاحظوا هذا شكل الجبن العكاوي مثل ما واضح عندكم بالصورة. طبعا جبن العكاوي بيكون مالح، وفي انواع بتكون خالية من الملح مثل اللي استخدمته انا. والمالح لازم تحلوه وتنقعوه قبل يوم بالمي وتغيروا عنه المي عدة مرات وتصفوه كتير منيح. وهلا بنحتاج لقوالب سيليكون خاصة بالفرن، وممكن تستخدموا أي قوالب وأشكال متوفرة عندكم. وممكن كمان تستخدموا قوالب الكب كيك، شو متوفر عندكم بصير. وهلا راح نشكلها بهي الطريقة. سماكة العجينة وسط لا سميكة ولا رقيقة، ومنحشيها بالجبن. ومنسكرها كتير منيح. ونتأكد من عدم وجود تشققات، ومنحطها بالقالب وبنضغطها شوي ومنشكل قطعة تانية. لاحظوا العجين كيف روعة وسهل التشكيل. ونكمل الكمية بنفس الطريقة. وهيك صاروا جاهزين، بنحطهم بقوالبهم بالبراد لمدة ساعتين. وبهاي المرحلة ممكن كمان تفرزون ومن الفريزر مباشرة على الشوي وبتقدمون لضيوفكم سخنين. بعد مرور ساعتين لاحظوا العجين كيف صار جامد. وهلا من البراد على الشوي مباشرة منحطهم بفرن حامي على درجة حرارة 220. الفرن شغال من تحت وفوق أو من تحت بالبداية وبعدين من فوق حتى تتحمر الأطراف. طبعا المعمول ما بيصير يطول بالفرن، لأن جميع أنواع المعمول بس طولت بالفرن شققت. وهيك هلا صاروا جاهزين. لاحظوا كيف تحمرت الأطراف. بنتركهم بالقالب من 5 لـ10 دقايق وما بنلمسهم حتى ما يتشققوا. وبعدين بنقلبهم بهذا الشكل. وبنرفع القالب شوي شوي. لاحظوا كيف تحمروا بشكل زهري خفيف. هاي القطع اللي حطيناها بقوالب الكب كيك. وهلا رح نحطهم بطبق التقديم. ومنحط عليهم سكر البودرة ومنزين بالفستق الحلبي. طبعا التزيين حسب الرغبة، بس السكر البودرة أساسي بالوصفة. وهيك صار طبقنا جاهز، وهالمعمول من أطيب وألذ أنواع المعمول، وبنصحكن تجربوه. وبيتقدم ساخن. وصحة وألف عافية. وهيك خلص الفيديو لليوم، بتمنى يكون عجبكن. ولا تنسوني من الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وبشوفكم في فيديو جديد. يلا باي باي.